اتوقع المنسق القومي للقمح إسلام محمد خير أنه ينتج القمح في السودان في الموسم الحالي بمتوسط إنتاجية ممكن تكون 13 جوال للفدة، وبإنتاج أكثر من 900,000 طن، بتغطي 42% من احتياجات البلاد للقمح. بصورة عامة السودان بيستهلك زي 3 مليون طن بشكل سنوي. يمكن عمليات الحصاد العام 2018-2019 حتبدأ بمساحات 712 ألف فدان في مساحات مربوطة بمشروع الجزيرة وأيضا في الولاية الشمالية. نحن نسعد أن يكون معنا داخل الاستوديو الدكتور عمر مصطفى وكيل وزارة الزراعة والغابات. دكتور مرحبا بكم، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مرحبا أختي الكريمة، ونسأل الله التوفيق والسداد. دكتور برضو حيكون معنا الأمين العام لاتحاد المخابز السيد بدر الدين الوكيل اللي حيكون معنا عبر الهاتف. في البداية دكتور خلينا نتكلم بشكل عام عن إنتاج القمح في السودان بشكل عام. بالتأكيد بحمد الله وتوفيقه أنه هذا الموسم مبشر عموما في كل المحاصيل الاقتصادية وبالذات المحصول القمح، وهذا نتج للاستعداد المبكر، ولأن الزراعة مواقيت، وكان هنالك عمل مضني من الإخوة المنتجين والمزارعين وكذلك البنك الزراعي في توفير المدخلات، ومجهود كبير للوزارة الاتحادية والوزارات الولائية، ولذلك كانت هنالك همة كبيرة جدا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وخريف مبشر. كل هذه الحقيقة جعلت أنه هذا العام يكون مبشر والإنتاجية تكون بصورة طيبة، وكذلك المدخلات الأخرى من سماد ومن تقانات أخرى أدت إلى هذا النجاح الكبير. ونحن في مقبل هذه الأيام بالتأكيد إن شاء الله نستقبل الحصاد، وهنالك استعداد كذلك كبير بالنسبة لموسم الحصاد إن شاء الله للقمح. طيب بصورة عامة الموسم مبشر بالتفصيل، بالتأكيد. المساحة المزروعة كم والمتوقع منها كإنتاج برضو كم؟ اتزرعت حوالي 7012 فدان، وهي في الحقيقة أكثر من كذا، آخر إحصاء يوم أمس كان 717 ألف فدان ومتوقع منها إنتاجية 925 ألف طن، يعني بنسبة 42 إلى 43% للاكتفاء المحلي. معلوم أن السودان يكتفي ب 2,200,000 طن من القمح وليس 3 مليون طن، وهذا الموسم إن شاء الله بنكون وصلنا إلى الاكتفاء بنسبة 44%. والزراعة المساحة اللي كانت مفترض تزرع 700,000 فدان فزادت ب 17,000 فدان. نعم، وده دليل على أنه هنالك سعر تأشيري كان محفز للمزارعين، وكذلك كان في استغلال ممتاز للعروات، العروة بالذات الشتوية الآن. فهذه الاستعدادات والهمة والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى جعلت انه هذا المحصول ان شاء الله في الاعوام القادمه نكتفي منه ان شاء الله ذاتيا. طيب دكتور انت قلت 2 مليون تقريبا دي الحوجه، هل دي الحوجه الكليه؟ الكليه ولا ده بس لحوجتنا للخبز؟ لحوجتنا للخبز والكليه في السودان عموما في كل نحن نحتاج الى 2,200,000 طن سنوي، وهو طبعا اباوت. وافتكر انه الان احنا وصلنا ل 44% منها بالسياسات الان يعني القبليه والمبكره جدا. في الاعوام القادمه هدفنا انه نكتفي ونصدر ان شاء الله. طيب قد يتساءل زول يقول لك والله سوداننا ما بلد شاسع واسع مترام الاطراف، بتين حيصل حد الاكتفاء من سلعة استراتيجية زي القمح؟ في عام 92 وصلنا للاكتفاء منه وكان 600,000 فدان فقط، وصلنا للاكتفاء ومزغنا الفاتورة بتاعت القمح المستورد. نحن بنعتقد انه اذا العمل مشى بهذه الهمة وبتوفير المدخلات وبالعمل المبكر، ولان الزراعة مواقيت
وبالأسعار المحفزة للمواطنين والسياسات الجادة والمراقبة اللصيقة، بنصل إن شاء الله العام القادم نصل الاكتفاء، لأنه نحن مستهدفين يعني؟ زراعة العام القادم إن شاء الله، يعني نحن الآن 710 ألف فدان، مليون فدان العام القادم إن شاء الله، بتدينا اكتفاء بنسبة أكثر من 80%. فبالتالي في مقبل الأعوام إن شاء الله نمزق هذه الفاتورة. الطقس للسودان عموما القمح كان زمان بيعتقدوا أن الجزيرة هي آخر منطقة لزراعة القمح. الآن الحمد لله حتى سنار وبل دارفور تم زراعة قمح، فلذلك هذا المحصول ليس حصري على ولاد. وتغير المناخ والتقانة ساعدت في اندياح هذا المحصول، ولذلك هنالك بشريات، يعني مستقبلا ان شاء الله نكتفي مع المحاصيل الاخرى. نحن طبعا القمح ده هو ليس المحصول الاول في السودان، معلوم انه اكثر الاغاليم تستخدم الذره، وقد يكون الشمال فقط كان في السابق، لكن الان صار جل السودان يستخدم القمح. اتغيرت الثقافه الغذائيه ونحن نسعى كذلك عبر الابحاث الزراعيه وعبر العلماء بانه يكون هنالك الخبز المخلوط حتى نستفيد من الذره والذره الشاميه والشعير. يعني الشعير كذلك هو محصول نقدي وغذائي في المقام الاول للدول الاسيويه وممكن نصدره. والارز كذلك. فالسودان غني بثرواته وغني بالمحاصيل النقديه، والمحاصيل ممكن تكون كذلك يعني يعتمد على الانسان في ماكله. مثلا زي الدخن الان غرب السودان هو القوت الاساسي بالنسبه لهم. فلذلك الطبيعه والتنوع يجعلنا انه ان شاء الله يعني نحاول نكسر من كل الغلال حتى نكتفي ان شاء الله ذاتيا ونصدر. احنا هدفنا ليس الاكتفاء الذاتي، احنا بينظر لنا بانه ثلث غذاء العالم. فبالتالي بالهمه ان شاء الله وبالتواقيت المبكره وبالعمل ان شاء الله يعني الجاد والسياسات الحقه والاراده السياسيه والاداره السليمه بنصل للمطلوب باذن الله ان شاء الله. احنا نرجع لك اكيد دكتور. خلينا نرحب بالسيد بدر الدين وهو الامين العام لاتحاد المخابز. سيد بدر الدين مرحبا بكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد بدر الدين بحكم الخبرة خلينا نتكلم عن جودة القمح المحلي بالنسبة لإنتاج الخبز ووجوده في المخابز. في البداية شكرا على الإضافة وعلى التسجيل. نعم. في الحقيقة القمح السوداني يعني مشكور له، لأنه قمح جيد جدا ويعني متداول قبل كذا في كذا دورة كان استعمل الخبز، يعني معروف زي المطاحن، معروف زي المخابز، ونوعيته جيدة يعني ما في شيء يعني يمنع أن يكون صالح للخبز. يعني ما داير أي معالجات ولا داير أي إضافات عشان ما يدخل مباشرة في صناعة الخبز؟ لا أبدا ما داير. لا لا هو عادي يعني زي أي قمح عالمي، يطحن طحن عادي ويشال منه النشا الخارجية وما احتاج بالطحين وبيستعمل في المخابز، يعني ما شيء جديد يعني. السنة الفاتت والقبل الفاتت والمطاحن عارفاه وعندها الابيلتي وعندها القدرة على طحنها ونشهد لها. بعدين القمح السوداني مشهور بانه خاصة في المناطق الشمالية كلهم مش شمالا، ومنطقة ولاية النهر النيل والشمالية يعني العامل بتاع البرد اللي هو اثر في الجودة بتاعت القمح وكده. طيب سيد بدر الدين، يعني أسد دكتور معانا وهو بيتكلم عن إنه في الفترة المقبلة حتكون في إضافات للقمح ده ذاته، تكون فيه إضافات، هل الحاجة دي برضو بتأثر على شكل الخبز؟
او المعالجات بتاعته لو حصلت فيه اضافات القمح المحلي ده؟ انا عندي تقصد بالاضافات، اضافات خارجيه غير القمح؟ ايوه اضافات خارجيه. يعني السيد الوكيل بيتكلم الان عن اضافات خارجيه غير القمح. السيد الوكيل بيتكلم عن اضافه الذره للقمح. ايوه. ودي ابحاث جايه فيها لها زمن طويل جدا ولا زالت ما وصلت الى نتائج مرضيه يعني. ده شيء مختلف تماما عن القمح اللي احنا بنتكلم عنه حاليا. عم نتكلم عن حاليا عن القمح السوداني، وهذا القمح السوداني وجودته مشهود لها ومعروفه لدى المطاحن، معروفه لدى المخابز. اما عن الخلط بين الذره والقمح هذه جاريه فيها بحوث ودراسات، وعاوزين عامل مساعد عشان يرأى عامل ربط بين الاثنين. شغالين في الحته دي لهم زمن طويل جدا ولا زالت الابحاث جاريه. يعني انا ممكن اقول وصلوا الى 10% والراجل يقول الى 15%، اشياء زي دي. لكن حديثنا عن القمح هو بانه جيد ويمكن ان يكون خبز ما في ذلك الشك. طيب السعر حيكون كيف يا سيد بدر الدين؟ يعني انت لما تتكلم عن عيشه من قمح محلي سعرها حيكون مقارنه بعيشه مصنوعه من قمح مستورد؟ القمح هو قمح سواء كان مستورد او محلي. انا ما اعرف انت تقصد ايش، لكن طيب بتكلم عن عنده خصائص السعر معينة. لا بتكلم عن السعر، خصائص اخرى معينه بتكلم عن السعر بالنسبه للمواطن يا سيد بدر الدين. يعني الان لما الخبز بتاعنا السوداني ده يصنع من القمح حقنا، كان من الشماليه كان من مشروع الجزيره، هل سعر العيشه حيكون بنفس سعر القمح المستورد ولا السعر المفروض تلقائيا يقل؟ لا طبعا السعر ده ماسكاه الدوله، والدوله داعمة القمح سواء كان محلي او مستورد، ده مدعوم عشان كده محافظ على السعر الرقيقة ما بتتغير، لان الدوله دعماه وشيء مشهود ومعروف الكلام يعني. سواء كان مستورد او محلي، وحتى حاليا القمح المحلي تشتريه الدولة كله بعد ذاك تبيعه أو تديه للمطاعم. طيب لو عملنا مقارنة بين القمح المحلي كأسعار وما بين القمح المستورد برضو كأسعار؟ نعم لا. طبعا هذا ليس أمري، هذا أمر وزارة المالية. هم اللي بيحددوا ذلك. إحنا عندنا القمح بسعر واحد، الزي بسعر واحد سواء كان جاي محليا او جاي مستوردا، لذلك لا نقدر نقيل بسعر الرقيبه، يعني الرقيبه هذه محلته. طيب خلينا نتكلم طيب عن السنوات الفاتت، انتم استخدمتوا فيها القمح المحلي؟ وكيف كانت النتائج في صناعه الخبز نفسه؟ عادي جدا، لم يلحظها حتى المستهلك. واضح انه القمح هو قمح، مع باختلاف بسيط جدا بنسبه الجلوتين ونسبات فنيه، لكن هو ياهو القمح، ما بيختلف الرغيف، حتى المستهلك ذاته ما بيلاحظ هل هذا قمح مستورد ولا قمح محلي. نعم. طيب احنا بنشكرك السيد الامين العام لاتحاد المخابز سيد بدر الدين، كثر خيرك على وجودك معنا عبر الهاتف في ملف القمح بصورة عامة، كتر خيرك. طيب دكتور نرجع لك مرة تانية، وانت وكيل وزارة الزراعة والغابات، قال ما في اي مشكلة في قمحنا المحلي ده، طيب ليه المساحات ما تزيد؟ هل في اشكاليات، في تحديات، في معوقات بتحجم الوزارة في انه هي تزيد الرقعة الجغرافية المزروعة؟ وطبعا زياده الرقعه الجغرافيه هذا امل منشود، ولكن المزارع هو الذي يحدد، والسياسات هي التي تحدد، وكذلك وفره المياه والمناخ. طبعا معروف ان البرد هو دائما بيكون الموسم الانجح لزراعه القمح، والاسعار التاشيريه كذلك للقمح. هذا الموسم ازدادت المساحه لان هنالك سعر مجزي
للدولة هو اللي هو 1850 لسعر الجوال. ولذلك بالأسعار التأشيرية كان في تحفيز، بالتحفيز وبالسياسات المبكرة بتكون هنالك زيادة في المساحة، بالدليل أنه نحن المساحة اللي كانت مفترض تزرع هذا الموسم هي 700,000، وكان هذا أمل. بحمد الله الآن زادت على 700,000 17,000 فدان، فبالتالي في العام المقبل إن شاء الله هدفنا أكبر، مساحة أكبر حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء. فلذلك بالسياسات إن شاء الله نكون زدنا المساحات، وبتوفر المدخلات وبالتقانة الحديثة. يعني نحن نطمح ونطمع في الزراعة الذكية، الزراعة إن شاء الله تكون يعني ذات مساحة أقل ولكن إنتاجية أعلى. ودي ما بتتأتى إلا عبر البحوث العلمية، وبتتأتى إلا عبر نقل التقانات والمتابعة اللصيقة والمراقبة وبالعلمية. لذلك نحن نأمل أنه يعني العام القادم تزداد المساحة للقمح والمحاصيل الأخرى. والسودان أصلا يعني الزراعة هي قاطرة التنمية، صح، ونحن بلد زراعي في المقام الأول قبل ما نعرف البترول يعني. بالضبط، وهنالك إرادة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى مجلس الوزراء وعلى مستوى الوزارة الاتحادية والوزارات الأخرى، حتى تسمية الوزارات. زمان كانت وزارة الزراعة الولائية، الآن وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية. فلذلك نحن ننشد إلى الإنتاج والإنتاجية، وهذه همة بقت الآن للدولة وهم أساسي لوزارة الزراعة، لأنها هي التنمية المستدامة، وهي هنالك يعني محفزات أخرى. يعني لدينا مياه خصبة، المياه الخصبة الموجودة عندنا أراضي، وأراضي عندنا شاسعة، عندنا يعني الناس بيشتغلوا اللي هم مزارعين، وأي زول سوداني جده ولا أبوه ولا هو أصلاً الزراعة، أيوة صح، مزارع. بالضبط، والسودان بحمد الله وتوفيقه أنه شاب الآن، الشباب في السودان هم الفئة الغالبة. صحيح أنه يعني بعض من التعدين الأهلي والذهاب وهكذا والاغتراب، وممكن يعني الشباب بقى لم يقبل على الزراعة، ولكن إن شاء الله إحنا في الوزارة بالسياسات المحفزة وبالتوفر المدخلات والتمويل اللي بيتم عبر البنك الزراعي والبنوك الأخرى، بتكون هنالك همة وبتكون هنالك رؤية كبيرة جدا يعني للزراعة في مقبل إن شاء الله سنوات ومقبل أيام، لأنه الإرادة السياسية الآن بتتجه نحو الزراعة. طيب دكتور، يعني الزراعة نفسها ما بقت إنه زول يحرط الأرض ويرمي البذور بالطريقة التقليدية للزمان، بقت تقانات وبقت أبحاث. كيف حتوظفوا يعني الوزارة في إنه هي تستعين بمراكز بحثية، أو المراكز البحثية الموجودة أصلا تابعة لوزارة الزراعة في عام قادم أفضل يعني؟ الوزارة الآن لديها الهيئة البحوث الزراعية، وبالمناسبة أكثر العلماء والبروفيسورات في السودان زراعيين، فكل المؤهلات وكل الموارد متوفرة، تبقى الهمة. الهمة الآن والإرادة السياسية موجودة، لأنه من أعلى مستوى رأس الجمهورية الآن تهتم بالزراعة وتهتم بالوزارة الاتحادية والوزارات الأخرى ونقل التقانات. نحن الآن بنطمح لأن تكون هناك الزراعة الذكية، الزراعة بدون حرث يعني، والزراعة اللي بتستغل مياه أقل، والشراكات عبر الدولية في الزراعة والقطاع الخاص. ونحن من هنا يعني نحيي القطاع الخاص، هناك القطاع الخاص يعني فيه على قيادته وإدارته حتى ناس مزرعين، في أطباء وفي مهندسين وفي علماء وخبراء وأدبيين الآن بيجوا عندهم مشاريع زراعية ونجحوا. فبالتالي كلما تزداد المساحات الزراعية وتزداد النفرة الزراعية والإقبال على الزراعة، البلد بيكون في خير ونحن بنكون في رضا. طيب دكتور، نحن معنا اتصال من المزارع هاشم عمر من مشروع الجزيرة. سيد هاشم مرحبا بك ومساء الخير. مساء الخير هاشم عمر من ولاية الجزيرة. طبعا الجزيرة كمشروع فيها كثير من المكاتب،
والجزيرة غير القمح فيها كثير من المحاصيل النقدية اللي بتوفر الحوجة الكبيرة بالنسبة للمزارعين. هاشم مرحبا بك. هاشم انت سامعنا؟ طيب هاشم هو من مشروع الجزيرة، اكيد حيرجع علينا مرة تانية يتواصل معنا. كنا نتكلم يا دكتور عن الهمة، الهمة الآن مطلوبة في ترتيبات الحصاد. يعني انت لما تتكلم عن الحصاد بتتكلم عن حاصدات، بتتكلم عن مشكلة كبيرة الآن بيعاني منها القطاع الزراعي اللي هي الجازولين. رغم عن شح الجازولين ولكن بحمد الله لم تتأثر المحاصيل الزراعية بشكل كبير، لأنه هنالك توفير للجازولين في المشاريع، وحتى المشكلة بتاعت النقود الآن نحن بحمد الله وتوفيق وإنه مع بنك السودان وفي يوميا في اتصال إن لم يكن أكثر من 4 أو 5 مرات في اليوم لتوفير النقود وتوفير الوقود مع الأخوة في وزارة النفط. فالأمور الآن سائرة بصورة طيبة، يعني بالذات في الجازولين يعني ما عندهم مشكلة سيولة ولا جاز؟ ما فيش مشكلة إن شاء الله للسيولة والجاز، وبالذات الآن إحنا في حصاد، يعني القطر الآن اللقيط شغال وبقى في آخره ولم يتأثر بصورة كبيرة، والقمح الآن في استعداد له، جاهزين له إن شاء الله وقودا ونقودا. فالحمد لله ما في تأثير كبير وفي استعداد مبكر، وكنا على علم على دراية بأن الزراعة طبعا مواقيت معروفة أن أي ميقات تأخر فبالتالي بيكون في إتلاف، فالحمد لله المسألة دي متوفرة وما فيها مشكلة. طيب كنترول سيد هاشم عمر معنا. طيب دكتور خلينا نرجع عليك ونتكلم عن السعر التركيزي ده، هل انتوا راجعتوه بشكل جيد وبشكل دقيق عشان يكون هو فعلا حافز بالنسبة للمزارعين لأنه يزرعوا مساحات أكبر من سلعة استراتيجية ومحصول زي القمح؟ السعر هو صحيح كان في عهد في العام، يعني في فترة غير الفترة دي، وبنفتكره أنه هو الآن مجزي بالذات مع المساحات الكبيرة ومع الانتاجية العالية المتوقعة. يعني احنا متوقعين انه الفدان ينتج 1.3 طن، يعني 13 جوال للفدان. فبالتالي عشان نحمي المزارع للعام القادم ان شاء الله يكون يعني المسألة مجدية، وبالذات هنالك الان نقص في النقود الكاش. ايوه ربما تؤثر في السعر. صحيح. اذا تركنا المزارع يعني يبيع محصوله في اي لحظة أكيد حينزل في أقل من 1058. نحن يعني المزارع ده لو مهما يجيب من القروش نحن مع المزارع. أيوة. لأنه تحفيز المزارع زيادة أصل العملية زيادة الإنتاجية. زيادة المساحة في العام المقبل وهمة. لذلك هو توضع كحماية للمزارع أنه ما يبيع بأقل من السعر ده. لكن فإن زاد زدنا يعني أصلاً في النهاية. المقصود كذلك منع المضاربات. نعم. لأنه ده محصول استراتيجي، محصول مهم جدا، محصول نمنع فيه التخريب ونمنع فيه أنه يعني يستغل في غير موضعه. فلذلك سياسة الدولة أنه الآن تحافظ على المزارع وتحافظ على، لأنه نحن محتاجين. نعم. له يعني فاتورة كبيرة بيدفع السودان يعني لسلعة القمح. ونعم بالتأكيد، والفاتورة كبيرة جدا كانت يعني. فنحن في النهاية مع المزارع وحنحميه أنه إن شاء الله يعني عشان همته تزداد ويكون عنده التحفيز الأكبر، ويزرع علينا العام المقبل لن نضع إن شاء الله المزارع يضيع، لأنه الوزارة بالذات والدولة كلها الهمة الآن في المزارع، مع المزارع. أنا عبركم دار أطمن المزارعين بأنه يعني أصلا ما يشيلوا هم من المسألة دي، والإشاعات اللي بتحدث الآن في القرار بتاع وزارة المالية ب 1850 ونحن يعني حيتدخل الأمن ويشيل القمح بتاعنا، أبدا القرار ده فهم خطأ. يعني القرار ده القصد منه أنه منع المضاربات والتخريب والاستغلال الغير راشد في مسألة القمح باعتباره ده استراتيجي، دي سلعة استراتيجية بالنسبة لنا. فبالتالي للوطنية، والمزارعين متفهمين، يعني أغلب المزارعين متفهمين بالذات المنتجين ورؤساتهم متفهمين هذا القرار، والقرار ده لم يتخذ يعني
بعيدا من إدارات المزارعين والمشاريع القومية الكبيرة. وبرضه نحن مع المزارع يعني في نحن نراجع ونتراجع ونرجع للحق أينما وجدناه. فبالتالي أصلا لن نضع المزارع يعني يضيع. دي رسالة عبركم للإخوة المزارعين وللمنتجين ولكل إن شاء الله يعني الإخوة الذين يعني يهتموا بهذه المسألة وفهم القرار خطأ يعني. نحن كمان برضو يا دكتور نعم. قبل ما يعني تواصل كلامك حابين نرجع لهاشم عمر، هو واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة. سيد هاشم مساء الخير. هاشم انت سامعنا؟ كان جنبك صوت تلفزيون، وطيه شوية عشان تسمعنا بالموبايل. والله انا بعيد عن التلفزيون. طيب كده سامعنا كويس؟ طيب انت تابع لياتو مكتب في مشروع الجزيرة؟ تابع لتفتيش حمد النيل القسم الوسط. حمد النيل. طيب كلمنا عن الانتاج السندي في المشروع بصورة عامة او في دائرة مكتبكم بتاعت حمد النيل، كيف كانت؟ ما سامعنا كويس؟ ما سامع كويس. انتاجكم كان كيف السندي؟ كويس؟ انتاج مبسط جدا، انتاج ممتاز خالص خالص. فيه كانت اي مشاكل يا هاشم؟ ممتاز جدا جدا. نعم. عندكم كان اي مشاكل في الانتاج وعملية الانتاج نفسها؟ ما شاء الله الموسم بدأ بداية ممتازة جدا، بدأ بداية مبشرة. زراعة التحضير كان مبشر بدري جدا جدا، مدخلات الإنتاج كانت وافرة جدا جدا، وأكثر المسألة شجعت الناس على الزراعة اللي هو السعر التركيزي. رديانين عنه مع توفير كل مدخلات الإنتاج. علما بأن المنطقة طبعا منطقة ما شاء الله يعني غنية بالمزارع الممتاز. ايوه الممتاز الممتاز. طيب هاشم العمليات الفلاحيه هسه كان معانا الدكتور بيتكلم عن موضوع انه ما في اي مشكله في الجاز، عندكم مشكله في الجاز؟ في شنو؟ في الدأب؟ في الجاز الوقود. لموضوع الحصاد اللي هو الوقود. لا ما عندنا اي مشاكل، ما عندنا اي مشاكل ما شاء الله. اول حاجه كل فعاليات ريدان متعاونه معاها تعاون كامل شامل، والمسألة يعني ماشية في تنسيق تام مع الإدارة ومع المشرفين الزراعيين ومع المزارعين، ونتوقع إن شاء الله إنتاجية عالية جدا جدا. وإن شاء الله السنة الجاية تزيد المساحة المزروعة. لكن لابد من أرسل رسالة عبركم. اتفضل. لابد من أرسل رسالة عبركم. اتفضل، طوالي يا هاشم، اتفضل. نحن أكثر ما يخدم المزارع في العمليات الفلاحية تحديدا ارتفاع مدخلات الانتاج. اللي هي الاسمده والمبيدات والدقاق وخلافه. كان عندك حاجه يا هاشم دار توصل عبرنا؟ طيب كتر خيرك يا هاشم. ما شاء الله تتمتع ب نعم. اتفضل. بري منتظم ممتاز شديد، لا في اي مشاكل. كتر خيرك يا هاشم عمر من مشروع الجزيره من مكتب حمد النيل. طيب هو الان بيتكلم عن المدخلات، قال هي غاليه شوي وفيها ارتفاع في التكاليف، دي حتعالجوها كيف يا دكتور باعتبار انه انتم السنه الجايه دايرين تزيدوا مساحات مزروعه في الجزيره في الشماليه وحتى في نهر النيل؟ هو اولا يعني كتر خيره المزارع ونحيوه وطمنكم وطمنا وطمن كل المستمعين بانه الانتاج ان شاء الله حيكون وفير، واهم حاجه رضيانين عن السعر. رضيانين عن السعر وما في مشكله واجهتهم الان. وانا والله عبركم بحيي الاخوه في الري وزاره ووكيلا ومهندسين، حقيقه ابلوا بلاء حسن. كل ما سمعنا بانه في منطقه فيها عطش اتصلنا به ونتحركوا ومشينا على ارض الواقع. نعم. ولذلك كان في شفافيه كبيره جدا في المساله دي. اما المدخلات، البنك الزراعي موفر 75% للمساحه دي من المدخلات.
وتماما وبأسعار يعني قد تكون يعني زهيدة في 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 وقتها. صحيح الآن مع انخفاض الدولار وارتفاعه بعض من المدخلات قد تكون بالذات المستوردة قيمتها زادت، كلها مراعاة بالنسبة لنا تماما يعني، وبإذن الله في في السعر ده مع الإنتاجية دي يكون المزارع مستفيد عنده الفائدة الكبيرة. نعم. وبرضه بينطمنهم بأنه الشراء حيكون كاش قروش موجودة، البنك الزراعي الآن وفر الخيش للحصاد والقروش حتكون موجودة إن شاء الله نقدا في أفرع البنك المزارع في كل المشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى. نعم. فده اطمئنان لهم إنه حنشتري منكم نقدا، وأي كمية البنك الزراعي حيشتريها تماما. وزارة المالية مستعدة، بنك السودان مستعد، النقود حتكون متوفرة إن شاء الله وحيشيلوا قروشهم كاملة. فلذلك نحن عايزين هم ما يهموا ما يخافوا، ما أصلا ما ينزلوا من السعر ده. ولو عنده ذاته أي جهة أخرى دارت تبيع لنا بنفس السعر ده، البنك والوزارة وبنك السودان على استعداد بأنه كل المخزون ده يمشي ان شاء الله المخزون الاستراتيجي. نحن ان شاء الله عايزين تحفيز بالنسبه للمزارع، تحفيز المزارع ده ما هو نحن بالنسبه لنا ده المين تارجت، ده الزول المهم، ده اهم زول. وغير انه نحن نحفزه ان شاء الله ربنا يحفزه يعني دنيا واخره، باعتبار انه ده الان ماسك قوت الناس وفي خيرات وفي بركات كثيره جدا بتجي للمزارع ده يعني. فلذلك نحن يعني معاه مع همته مع توفر المدخلات إن شاء الله للعام المقبل بإذن الله ربنا أحيانا تكون موجودة وتكون بالأسعار التحفيزية كذلك، وكل مدخراته إن شاء الله يعني تكون إن شاء الله عندنا. نعم. طيب دكتور خلينا نتكلم، طيب قبل ما نتكلم نسمع عن كمال الرئيس، رئيس جمعية في القسم الأوسط. سيد كمال مرحبا بك. مرحبا بك في برنامج آخر المستجدات على قناة الشروق. خلينا نتكلم بصورة عامة عن إنتاج القمح السنة دي في القسم الأوسط. الله يمرحب بك ورحب بضيفك العزيز دكتور أزهر مصطفى. نعم. وألو. ايوه احنا سامعينك سيد كمال، اتفضل. ايوه حقيقه الموسم موسم استثنائي، ونحن على مشارف الحصاد في هذه الايام. الحصاد مؤسس تاسيس جيد، والمزارعين يعني على قوه الاستعداد لانه هو موسم استثنائي في كل العمليات المتكامله من كل الجهات، التمويل والبحوث والمزارع وكل الجهات شاركت بشركه فعاله لانه يكون محصول مميز. وبنحمد الله انه طبعا في بدايه الزراعه ده السعر التركيزي كان معلن، ادى الناس فتح شيء على اساس انه يجدوا المساحات. نعم. نحن في القسم الوسط يعني الان بنزرع مرابط 13500 فدان. مقارنه مع الموسم الماضي، الموسم الماضي كان زرعنا 7000 يعني ضاعفت المساحه. وبنحمد الله نحن الان نفتح على مشارف الحصاد زي ما ذكرت، والمحصول مهيئ تهيئ تمام. كل الامانين يعني بانه بعد سنة التجميع جت 50 جنيه واصبح محصول استراتيجي، ونملك المزارعين طبعا يهمنا وشرفنا بانه يكون دعم كبير للدوله لاقتصاد البلد كعامه. كل متطلباتنا طبعا التوفير للجازلين والسيوله لانه الحصاد بتستمر بصوره طيبه. طيب حقيقه تشجيع ال 1800 في بدايه الموسم كان له دور كبير في زياده المساحات اللي نتكلم عنها في 720000 فدان، لكن برضه يعني مع طلبات الحياه الان حاليا زياده الحصاد وزياده الخيش وزياده الجازلين وزياده الطحين يعني كان بنعشى منه مثلا اذا تمت سعر التركيز لغايه 2000 جنيه كان بيكون سعر مجزي. وبنطلع مع كلام السيد الوكيل بانه قايلين انه المحصول يتوطن لازم السنه الجايه يمكن الناس تبيع مليون فدان عشان نقدر يعني نساهم مساهمه كبيره في تقويه النسبه العاليه للتورير الدوله عشان تدبر الفجوه. فنحن والله سعيدين كل السعاده بانه نسمع هذا الكلام الطيب، وان شاء الله يعني احنا بنوعد كمزارعين بانه الانتاج السنه يكون انتاج استثنائي.
امنياتنا كلها بانه عمليه البحثات ككل تكون في متابعه لصيغه الحصاد. الحمد لله يمكن يكون على شارف، لكن الجازرين اليوم انا يعني اتكلم اليوم اللي الاقسام جازرين في مستوى الجسم على انه لكل الحاصدات تبدا بدايه مبكره. بنتمنى يعني بانه دائما نتكلم عن السيوله، عن السيوله بانه هي طبعا ممكن بتكون مربط الفرس بالنسبه لكل المنتج يمشي للبنك الزراعي. نعم. بكل امانه. وجزاكم الله خير والسلام عليكم. كثر خيرك سيد كمال الرئيس. طيب كمال بيتكلم عن انه السعر التركيزي اللي هو 1850 المفروض يزيد، ده بيقودنا خلينا نفرع منه سؤال، ما بتفتكر انه يكون هو ذاته كسعر تركيزي متفاوت من منطقه لمنطقه؟ يعني انت بتتكلم الان عن مشروع الجزيره، سعره المفروض يكون غير عن منطقه الشماليه عن نهر النيل. هي المدخلات هي نفس المدخلات يعني وما تم من مدخلات عبر البنك الزراعي تميل موحدة كانت لكل المناطق. والسعر ده لما اتوضع اتوضع برؤية يعني حقيقة. ونحن زي ما يعني متفقين بأنه نحمي المزارع ليزيد إنتاجه ونزيد المساحات في الأعوام المقبلة إن شاء الله. فإلى الآن نحن ما عايزين نسمع إنه في زول باع بأقل من كده. لكن لو في زول باع باكثر من كده ده ما تشجيع له بالنسبه له ما عندنا مانع. ما في مشكله. ما في مشكله. لكن احنا الان الدوله وضعت خلاص بانه ده السعر التاشيري. ومع الكميه ان شاء الله الوفيره حتبقى دي ولو فتحناها سائل للسوق ولغيره ربما ينزل باقل من كده. فدي حمايه للمزارع. 1850 دي حمايه وكان كحد ادنى. كحد ادنى. ان شاء الله يعني ونحن مع 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 زياده الخير يعني. طيب. والمسألة يعني كلما المزارع ده يعني يزيد قروشه ويزيد إنتاجه تشجيع له نحن معه. فأنا عايز أطمنهم بأنه يعني السعر ده عشان ما يبيعوا دونه. لكن إن شاء الله يعني ربنا يبارك في القروش دي ويلقوا أكثر من كده ما عندنا مانع. لكن بس على شرط إنه هو كله يمشي للمخزون الاستراتيجي للبنك الزراعي. يعني المرة دي تهريب ما في، الأجهزة مضاربات ما في، مضاربات ممنوعة. ده مخزون وطني، سلعة وطنية حقت الدولة نحن بنحمي فيها المواطنين. لازم كله يجي إن شاء الله للمواطن. طيب. ويجي بتحفيز. يعني الآن الدولة بتدفع للخبز ده، الآن بتدفع قروش كثيرة جدا يعني تستورده بأموال طائلة. طيب دكتور نحن فضلنا تقريبا دقيقة، لكن في سؤال المفروض نسأله. الآن الجزء الشمال الغربي من مشروع الجزيرة في مشكلة بتاعت موية، يعني فيه عطش. الضرر اللي بقى على المزارع ده هل بيتم تعويضه؟ يعني هل في تأمين زراعي بالنسبة للمزارعين ديل؟ عشان انت بتدافع الآن عن حقوقهم يعني. انا من الجزء الشمالي الغربي وديل اهلي كويس. وين العطش ده وين؟ يعني يوميا معي بالتلفون بأنه سمعنا بأنه المنطقة كلها ما فيها مشكلة. سمعنا في الصحف متابعين احنا متابعة لصيغة للصحف. الجزء الشمالي الغربي ما في واحد مشكلة. مش كاتب قال هو من قسم المنسي وعنده 180 ألف فدان وشيق على بياض والآن محصول ضاع. اتصلت بالإخوة كيل الري واتصلنا بهناك ما وجدنا هذه المساحة. يعني كلام سيء. معانا يوميا مزارعين فاتحين تلفوناته اليوم. صحيح هي طبعا المساحات الكبيرة دي ما بتكون كلها كده يعني في يعني ربما يكون في جزء بسيط في عطش. لكن حتى الجزء البسيط ده ما بيكون في ضرر على المزارعين. اكيد طبعا. يعني لو على ثلاثة فدان ده ضرر. نحن والله لو فدان واحد يعني فيه عطش بيبقى ضرر على المزارع. لكن نحن مطمئنين وتلفوناتنا مفتوحة بالنسبة لهم وزياراتنا وبالذات القسم الشمالي الغربي ده عشان أهلك. مش عشان أهلي. لأنه ده بيقع في آخر المشروع. نعم. ده بيقع في آخر المشروع. فبالتالي معاهم على الخط مباشر. طيب التأمين الزراعي ده حتعملوا فيه شنو يا دكتور؟ إحنا زمننا خلاص انتهى. نسأل رب سبحانه وتعالى إنه الآن إحنا يكون عندنا فائض وما نحتاج أصلاً تكون في هنالك خسارة. نعم. والأمور تمشي كما هو مرتب لها. وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وبهمة بين المزارع والمنتج والبنوك البنك المزارع بالذات. نعم. بنك الزراعي ووزارة المالية إن شاء الله وبنك السودان نوفر لهم القروش السيولة تكون موجودة إن شاء الله. نعم. ويجيهم الخير
ويعمل البلاد والعباد بإذن الله إن شاء الله. ونحن نتمنى أن السودان الوطن الكبير الشاسع فيه ولسه مساحات بكر يمزق الفاتورة بتاعة شراء القمح بقمح محل ينتج في كل المشاريع الكبيرة، كان في الشمالية كان في الجزيرة محل أهلك وغير أهلك ولا كان في نهر النيل أكيد. شكرا دكتور عمر مصطفى وكيل وزارة الزراعة والغابات. شكرا جزيلا بارك الله فيك. نعود ونلتقي بعد الفاصل في الساعة الثانية والأخيرة من آخر المستجدات.